السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أريد حلا. كثيرة هي الحوادث التي يشكل البيت وخصوصا المطبخ أو دورة المياه مسرحا لها، ففي لحظة عابرة بسبب إهمال أحيانا أو عدم انتباه قد يحدث لأطفالنا ما لم يكن في الحسبان، إذ يكاد لا يمر يوم من دون أن نسمع عن حوادث منزلية سقط ضحيتها أطفال في مقتبل العمر. بالمقابل نفتقد نحن لأدنى مقومات الثقافة الصحية. الحوادث المنزلية هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نبدأ دعونا نتابع التقرير الذي أعدته لنا الزميلة هدى نجدي. الحمد لله على سلامة أولادك. نحن عرفنا أنه احترقوا بحادث منزلي يعني بقلب البيت. صحيح. كيف صارت الحادثة؟ حابين نعرف شوية تفاصيل. والله كنا عم نتعشى وخلصنا العشاء، قام ابني محمد الكبير بده يعمل أرجيلة. مزبوط، أنا كنت راح أعمل أرجيلة فكسرت وحطيتهم الشعالة بدي ولع عاد الغاز. أنا فتحته أنا كان كتير غلط له، فتحته وفتحت العزقة كمان. ضغط الغاز كان يضرب بالسقف، كان صرت اسمع صوت نفيس الغاز، فتت لقيت خيي عم يسكر الغاز وما لقيتوش الا عم يولع. اول ما ولع دغري هب الغاز، فجاه بنسمع مثل صوت انفجار وصريخ. يعني كانت صدمه كثير صعبه علينا. ركضنا من البرندا لنوصل على الباب، بنلاقيه اجى من صوب المطبخ عامل دهيك، الجلد نازل من ايديه، الدم طالع وعم يصرخ على المستشفى، حتى الدخنه طالعه من شعره من تمه، وجهه كان لون رمادي. لاول فتره ما استوعبنا شو صار. ايدي وجري كانوا كتير مأذيين، وجهي كان اسود، شعراتي كان عم يدخنه، اصابيعي نقام الجلد انسلخ عنهم، صار ينزل دم وعمل. شو قالكم الطاقم الطبي يعني عن حالته، عن نسبه الحروق بجسمه، قديش ممكن تشفى؟ الدكتور اول ما شافه قالنا انه ما بطمنكم، ما بقلكم في خطر. يعني عيشنا على اعصابنا فتره، وخاصه محمد كان ملفوف كل جسمه تقريبا. بالمستشفى كثير تعذبت، خاصه بالغيارات، كان الشاش بيكون معلق على اللحم بينسلخ، تعذب كثير. شو تعلمت من الحادث؟ ما اعمل معلم على كل شيء، حدا شيء اعمل معلم، كان ساعتها بيعلم هو عليكم شيء تتعلموا عليه. مشاهدينا، بالعودة من هذا التقرير ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذة سهير شرارة، اختصاصية إرشاد صحي واجتماعي. أستاذي سهير أهلا وسهلا فيك معنا اليوم، كما أرحب أيضا بضيفي الأستاذ محمد يزبك، مدرب ومسعف. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. بداية أستاذي سهير، مثل ما شفنا بالتقرير يعني كانت سلامة العائلة وخاصة يعني الشابين فيها من الله سبحانه وتعالى، يعني قد إنه يمكن هلا الأستاذ بيحكينا أكثر إنه في نار وفي حروقات كتير أثرت فيهم. اليوم فعلاً قد إيه الأطفال والمراهقين هم عرضة لهكذا حوادث منزلية بسبب الإهمال ببعض الأحيان، وأيضاً في الأحيان الأخرى بسبب الأهل. هلا هو بصراحة بقلب المنزل بحد ذاته في كتير من الأشياء، يعني المنزل هو ساحة واسعة في أشياء ممكن كتير تؤدي لحوادث، يعني تأذي الأولاد. أحيانا نحن ممكن نقول هي فعلا يمكن تكون بسبب الإهمال، أحيانا عدم المعرفة يعني بالأشياء، مثل اللي هلأ شفنا أنه بالتقرير اللي شفناه. أحيانا بيكون أنه مثل هيك حالات إذا كانت يعني إهمال أو عدم معرفة هي ممكن تؤدي لعواقب كتير صعبة. من هون بيطلب على كل الأهل اللي عندهم أولاد بقلب البيت
يعني يعرفوا شو الإجراءات الوقائية اللي لازم تكون بقلب البيت، إن كان بكل غرف المنزل، إن كان بالمطبخ، في كتير إشياء ممكن تؤدي لها مشاكل، حوادث، إن كان بالتواليت، إن كان بغرف النوم، إن كان على الشرفة، بكل الأماكن البيت، إن كان برا بالمحيط البيت بالأسانسور إلى ما هنالك. فهذا بيطلب من الأهل، يعني مش غلط كل حدا عنده، أكيد إذا عنده أولاد، يعني إن كان ما في أولاد أو لما بيكون في أولاد بيصير في مسؤولية أكثر. صحيح. يعني على الأهل كل فترة، كيف نحن بنعمل صيانة دورية للسيارة ولغيرها، البيت بده دوريا ننتبه شو في شغلات ممكن تأذي بهيدا البيت، وأنا كيف الأعمار اللي موجودة عندي انتبه لها. لما بيكون في عندي ولد عمره 6 أشهر بلش يحبي، أنا بهيدا العمر مع هيدا الولد بدي أعرف أكيد عم يحبي، يعني بده يستكشف، بده طبيعي بده يستكشف، بده يتعرف على هالمكان الموجود فيه. فشو هي الأشياء الوقائية اللي أنا بدي أنتبه لها؟ الولد هيدا الولد عنا تحت، دايما بكل البيوت بخزائن تحت المجلة بيكون في حاطين مواد تنظيف، هل بتركها هيك؟ كمان الناس بيكون في عندها جوارير بتكون حاطة فيها سكاكين وغيرها، هل بتركون قدام هيدا الطفل؟ بدها وعي إنه انتبه شو هي الشغلات الموجودة. صحيح. بالبيت شو في شغلات بدها صيانة، يمكن 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 درفة الدرفة مكسورة إذا دق فيها الولد تجرحه، يمكن في إزاز كمان مكسور للكبار عم يعرفوا، فبدوا أول شيء ينتبهوا إنه شو الأشياء اللي بتأذي، نحنا كيف أنا نعملها إجراءات وقائية نبعدها عن الأولاد، فالأولاد يكونوا ببيت آمن وصيانة دورية للبيت. يعني مش بس بدنا نعمل، دائما دائما كل البيت بده تكون عيننا وذهننا كثير صاحيين لحتى على طول نشوف شو في شغلات بنقدر الكثير من الحوادث. بالضبط، اذا كان في هيك تدابير مش بالضروره دائما اشياء تكلف، احيانا بنعمل اجراءات ممكن جدا بسيطه في بعض الاحيان مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني مثل الجارور، امر مكسور في المنزل، الانتباه لكافه هذه التفاصيل. صح. داخل المنزل. اي وما بيكفي يمكن انه الاهل بدهم يعملوا هيدي التدابير، انه الاجراءات والتدابير مع بارلل بده يكون في كمان تنبيه للأولاد، تدريب للأولاد، توعية للأولاد على كل شغلة. يعني مش نحنا بس توقع الشغلة مسير نتعلم منها، لازم قد ما فينا نجرب نتوقع أنه ربما هيدا تأدي لحدوثها، فقبل نفهم الأولاد يصيروا هم يعرفوا أنه هيدا يمكن تأدي لمشكل إذا في شيء منزوع مثل هيدا مثلا، أو كيف طريقة فتحه لهالغاز أو شيء، كمان يتعلموا الأولاد على هالإشياء. يمكن إذا كان في هيك وعي وانتباه ووقاية، دائما نقول عادة صحيح الوقاية حتى في هذه المواضيع والحوادث المنزلية هناك وقاية. بالانتقال لحضرتك استاذ محمد، يعني مثل ما شفنا بالتقرير يمكن هو الشاب ما التفت انه اذا يمكن فتح الغاز بالبداية، ومثل ما قال هو انه صار في غاز بالمكان، ولكن من ثم اقدم على انه اشعال واضرام النار فيه. هون يعني قد فعلا كان هذا الموضوع انه في هذا الخطأ، هو لم يكن يعي بانه الغاز ما لازم يتقرب مع النار، وقد فعلا ظاهرة الارجيل اللي صارت متواجدة يمكن تقريبا بكافة المنازل. يعني يمكن قبل ما كان في انه يمكن الشاب او اللي بعمر 10 او 15 سنة يستخدم الغاز لوحده، بس هلا لا، لانه صار في هذه الظاهرة شائعة. شو تعليقك؟ بداية بحب رحب فيك، تشكرك على استضافتنا بحلقة. الموضوع بيتعلق بسلامة أنان الغاز. مثل ما بتعرفي جرة الغاز الصغيرة إلى صمام، صمام انفتح بطريقة غلط، أو يمكن يكون مركب حتى بطريقة غلط بعضه عم ينفس. المشكلة لما الغاز بيحصر بمكان ما، بالأخص بالأماكن المغلقة، يعني إذا عم نحكي مثل هو تصور كان بمطبخ أو شيء مكان. صحيح. محصور، مجرد ما يتعرض لأي شرارة ممكن إنه يفجر أو يعمل حريق كبير. هاي الشرارة ممكن تكون عبارة عن ضوء اللمبة، أو حتى مش بس يعني الشعل القداحة أو الكبريتة أو الأخريبة. كمان موضوع الأرجيلة عندنا نحن مشكلتين أساسيتين. يعني الأرجيلة أول شغلة موضوع توليع الفحم، هيؤدي ل ممكن يؤدي للحرائق اذا ما كان في بقايه مضبوطه، وما كان المطرح اللي عم يتولع فيه بعيد عن مصادر الاشتعال، يعني ما في ماده بتشتعل حده، مش انا والله عم ولع في حد مثلا اني تسبيرته اللي هي ماده مشتعله، او انا عم ولع وفي تحتي السجاده بالارض، او يمكن يكون في حد ادوات المطبخ الادوات البلاستيكيه اللي هي ممكن كمان دغري سريعه الاشتعال ممكن تشتعل دغري. لا، بدي يكون اذا بدي ولع هيك مواد بدي يكون مولع بمطرح معزول، مش معرض انه اذا في حال طاير منه شرار او اي شيء، او في حال تعرضت للسقوط ما تولع الارض. المشكله الثانيه كمان بالفحم،
انه كمان نحن بنشوف كثير من حالات الاختناق بالفحم. يعني متعرف عليها بالعامي نحن نقول التفحيم اللي هو الاختناق باول ثاني اكسيد باول اكسيد الكربون. هذه كمان مشكله شائعه اذا كان عم يولع الفحم كمان بمكان مغلق بالاخص بالبيوت لانه يكون بتعرفوا الشتاء والمغلق المكان شوية برد المكان كتير مسكر هذا كمان ممكن عرضنا لهذا الموضوع لاختناق. يعني يمكن هي صحيح بعض النصائح يمكن اللي فعلا لا يلتفت لها الشخص بس هي ممكن تودي بكوارث مثل ما شفنا بالتقرير. هناك أمهات يقمن بالطهي وإعداد الطعام ويضعن أطفالهم يعني إلى جنبهم داخل المطبخ. قد يؤدي هذا الأمر إلى خطر يعني سيعود على الأطفال؟ الأم بعملها اليومي داخل البيت أكيد بيكون في عندها كتير أعمال بدها تقوم فيها. صحيح. هلأ إذا كان عندنا بباب البيت ولد صغير ومنقول أنه في بباب خلاص أنا ما بقدر أعمل شيء لأنه أنه كله بيأذي نحن ما هيك ما منا نوصل أنه يفكروا بالضبط أنه نحن في أولاد يعني ما بقى فينا نعمل شيء لأنه ما لا نحن نشوف أنه لما بيكون في أولاد صغار بالبيت شو هي الاشياء اللي ممكن تاذي الاولاد قديش فينا نحن انه نتجنبها. هلا بعصرنا هيدا بوجود الكرسي اللي بيكون فيه احيانا حزام بوجود البارك معظم البيوت انه صار فيها هيك اشياء بوجود فينا نحن فينا يكون الولد انه بعيد يعني حاطيته الام بعيد عنا وحاطت له الحزام او بالكرسي الخاصه له بس بيكون بمكان امن وبتقوم بشغله. يعني اهم شيء كيف الام توعى بانه هيدا العمل اللي انا عم بعمله فيه ريسك لا سمح الله ممكن يأذي الولد فقبل ما بدي ابلش فيه شو الاحتياط. يعني هيدا مش انه هيك بصير بطريقه تلقائيه دغري بعدين انها تصير تنتبه لكل هالتفاصيل. فانا كيف اول شيء بدي جنب ابني لا سمح الله يتعرض للخطر انه ما بده يكون قريب مني ما بده تكون حركته قريبه من حركه المكان الطهي. انا لما بدي اطهي كمان كيف بدي يكون مأمني انه الغاز منيح النربيش تبعه منيح سالم امن انه ما في اي مشكله بدي يكون مأمني انا وحاطه الطنجره هي بمكان كمان بعيدة مش دغري على الطرف. كل هيدي الاشياء الام لازم انها تنتبه لها بالاضافه الى انه فيها هي وعم تشتغل تكون عم تحكي مع ابنها ممكن يكون بغرفه ثانيه وهي تطلع عليه وتقوم بهيدي الاجراءات. فدايما هي والام يوميا هي عم تعمل عده اجراءات بدي يكون اهم شيء عندي كيف مأمنه سلامه ابني وامنه هيدي بشكل عام وكفي بقيه اعمالي بالبيت. يعني مثل ما تفضلتي وقلتي حتى يعني هي ليس الامتنان عن العمل ولكن الحذر في الانتباه التفاصيل. يعني الحذر الانتباه ويكون مطرحه امنه للولد مثل ما بيقولوا بيئه امنه للطفل يعيش بطريقه صحيح. كمان سليمه. صحيح. يعني هو استاذ محمد قد ايه برايك اليوم ما نزلنا هي مجهزه لتلافي هذه الحوادث التي تحصل من الحريق يعني طفايه الحريق الموجوده من الصيدليه اللي بتكون موجوده داخل المنزل يمكن فيها بعض الاسعافات الاوليه لا سمح الله اذا حدث اي طارئ بمدى معرفته. صحيح مدى معرفته نادر جدا. قليل من بيوتنا بحط طفايه عنده في حال صار في حريق بالبيت قادر يتدخل لانه كلنا بنعرف الحريق ببلش بشعل صغيره اذا ما عالجناها باول فترة زمنية بسيطة عبارة عن دقائق ممكن هذا الحريق يكبر ويصير حريق كتير كبير كارثي. مهم جدا وجود أدوات أو وسائل إطفاء الحريق بقلب البيت اللي منهم الطفاية. مهم جدا وجود وسائل الإسعاف الأولي اللي ممكن تفادينا مشاكل كبيرة وبتقتصر على بعض الشغلات الأساسية والضرورية بقلب البيت اللي ممكن نحن نستخدمها لحتى نسعف أي شخص تعرض لإصابة وبالتالي نمنع تفاقم هالإصابة وبعدين بتصير ممكن تصير تشكل خطر على حياته. إذا نحن تلافيناه بأول دقائق يمكن ننقذ حياة هذا الشخص. من هون تبرز أهمية وجود بعض المعدات الإسعافية بقلب البيت إن كان منشاش أو بونداج أو بعض الأدوات الأساسية لتنظيف الجرح. هودي كتير أساسيات وجودهم بقلب البيت لأنهم بيوقونا أنه بعدين نتعرض لمشاكل أكبر. يمكن واحد بلش معه القصة بجرح صغير صحيح إذا في حال ما تنظف بأول فترة زمنية بطريقة صحيحة وما نعرض على الطبيب وما تعامل معه بطريقة صحيحة هذا الجرح بيلتهب بعدين الالتهاب بيمد لمشاكل أكبر بصير نحن يمكن بحاجة لدواء التهاب بحاجة لاستشارة أكثر من مرة للطبيب بحاجة لكلفة علاج أكبر. والموضوع أساسه كان كلفة علاجه جدا سهلة حتى طريقة العلاج وطريقة التعاطي معه بتكون جدا سهلة بس كل ما هنالك وجود بعض المعدات وبعض المعرفة الأولية اللي نحن أغلبنا بنفتقد لها.
كنا نسألك هذا السؤال، يعني قد فعلا نحن أغلبنا نفتقد إلى هذه المعرفة الأولية، يعني حتى لدرجة أنه في بعض المعتقدات الخاطئة اللي رايحين فيها بهذا المجال، يعني يمكن بعض الأحيان ما بنعمل شيء، ولكن بعض الأحيان الأخرى نحن نؤذي، يعني مثل بعض الأمور، يمكن الجرح وضع البن عليه، الحرق وضع معجون الأسنان، إذا صار في يمكن جرح أو مسمار بالقدم، الضرب يعني بالعصا ينزل الدم ليوصف أنه دم مسموم أو ما شابه. هذه الأمور والثقافات الخاطئة لأي مدى هي منتشرة؟ يعني أنا بحكيك حوادث إذا بدك. نحن مشكلتنا الأساسية كان بتفجير البرج. شو اللي صار؟ الانفجار صار بعد 5 دقائق كانوا الجرحى كلهم بالمستشفى. مشكلة وين؟ الطريقة اللي شالوا فيها الجرحى. كتير عملت مشاكل للجرحى بعدين، يعني أنا لما عندي شخص عظمه مكسور، العظم لما بينكسر بيصير حاد. بيصير كمان بقلب الجسم بيأذي الأنسجة الأخرى، يعني العصب اللي مارق حده، الشريان، الأوعية الدموية كلها بيصير يأذيها. إذا أنا ما تعطيت معه بطريقة صح أول الحادث، أنا يمكن إذا انكسر حدا حتى لو تركته بالأرض ساعة يمكن ما عندي مشكلة إذا كان الكسر منه بيأثر على منطقة حيوية بالجسم. بس إذا شلته بطريقة غلط لا إيه ممكن إذا يعني ياما بنشوف أشخاص تعرضوا لكسر بظهرهم أو برقبتهم، هذا الكسر بيؤدي لأحيانا لضغط للنخاع الشوكي أو تلف بالنخاع الشوكي. ممكن هذا أحيانا الكسر ما يكون متحرك، إذا أنا حركت هذا المصاب بطريقة غلط صار العظم بيأذي النخاع الشوكي أدى لشلل. كنا بمشكلة صغيرة أو مشكلة ممكن تنحل بأقل الخسائر، صرت عم بحكي عن شلل، عم بحكي عن مريض يمكن بالبيت في له مترتبات مادية، له مترتبات اجتماعية على العائلة، وحتى له مترتبات صحية على وضعه هو. من هون أنه كمان الأهل لا لازم نحن نتعلم كيف نعمل إسعافات أولية. اللي أنا بعرفه ببلاد برا كثير من الدول دارجة حتى ببرنامجها المنهج الدراسي بتدرج حصص إسعافات أولية للأطفال. يعني عم نحكي عن أطفال، كيف الكبار بيدرجوا برامج إسعافات أولية للشركات ملزمين الموظفين أن يكونوا عاملينها. حتى بعض التجهيزات الإسعافية مفروض تكون موجودة بمكان العمل إلزامي، مش موضوع اختياري. لا لأنه عم نحكي نحن عن لحظات، بكل بالدراسات بيقولوا ان اول 20 دقيقه من الاصابه هن ال 20 دقيقه المفصليه باي اصابه، يعني هن اللي احنا فينا بالاخص اول ايش فيهم وبنفس الوقت بيروح للأسوأ. عاده بهدول ال 20 دقيقه مين بيكون موجود؟ هل الطبيب بيكون موجود؟ طبعا. هل الاهل؟ لا، يا الاهل يا الاشخاص المحيطين فيه، يعني زميلي بالعمل، الشرطه البلديه اللي واقف على الاشاره، بوليس السير، اذا كنا على الطريق عم بحكي، اذا كنت انا بقلب بيتي، اهلي، يمكن جيراني، ما حيكون مسعف واقف حد باول هودة. يعني هنا يبرز أهمية أن تكون هذه الثقافة، لازم يكون عندنا ثقافة صحية إسعافية لجميع شرائح المجتمع. يمكن صحيح. يمكن احنا بسياق السؤال عطيت اكثر من مثل، انا حنرجع نحكي عنهم اكثر اذا هن صحيحين او خطا، يعني من وجهه نظركم او من وجهه نظر الصحيه. دائما ما نسمع انه عند اي وقوع اي حدث داخل المنزل للطفل دائما اصابع اللوم والاتهام هي نحو الام، وكان الام هي المسؤوله عن هذا الموضوع، ولكن الا يمكن ان نقول ان بعض الحوادث يعني تحدث قضاء وقدر؟ ربما أحياناً بعض الحوادث ممكن تصير قضاء وقدر، وبالرغم من هيك بحمل المسؤولية أحياناً للأم، يمكن لأنه كمان الأم هي المعنية بشكل أساسي لتربية الأطفال، ولا سيما داخل منازلهم، وإن كان هلأ بهذا عصرنا أنه أحياناً يمكن في عناصر تانية عم تتدخل بتربية، يمكن الخادمة لوجود الأم برات البيت إلى ما هنالك. بس هيدا شو بيحتم علينا؟ للحد من هيدي الفكرة أول شيء، والهدف الأساسي هو أنه يكون الولد هو بخير وبأمان. بحتم علينا أول شيء يكون في مستوى عالي من الوعي عند الأم، يعني مش غلط أنه الأمات أو حتى الخادمات يكون في الأم هي تعمل على إعداد نفسها، تدرب حالة بالأحرى أنه يمكن تنتسب لجمعية بتدرب على حلو، يعني لازم تهتم بهذا الموضوع طبعاً، وهذه الثقافة الصحية بالضبط، لأنه بالنهاية هي بيعني لها موضوع ابنها، فلازم تعرف أنه بكل مرحلة عمرية هذا الطفل لنقول بهذه المرحلة بلش يمشي، لما بيمشي بصير بده يتحرك بالبيت، بده يستكشف بالبيت، بعمر معين بينزل على الدرج، لما بده ينزل على الدرج في عمر معين الأطفال بينبسطوا بحالهم أنه عم يطلعوا وينزلوا على الدرج، وهون بصير لازم أعرف أنه أنا
كيف أعمل أمان لابني هو ونازل وطالع على الدرج؟ كيف أعمل بعمر معين؟ الولد كتير بحب يقلد أهله بشكل أساسي الأم لما قاعد معه، من هيدا المنطلق لأنه الولد بده يقلد أمه، فهون هي بدها تشتغل أكتر على حالها أنها تنتبه شو الأشياء اللي ممكن يقلدني فيها. شافني عم بياخد حبة دواء يمكن يلاقي هيدا مفكره بومبون أو شيء، بصير بدي انتبه أنه هذا الولد هل عنده الوعي انه هيدي لا انه هيدي لا مش لإلك، او اذا مش هيك انا وين بدي احطها لهيدي لحتى ما يتعرض انه لا سمح الله ياخذ حبه دواء، وين بدي احطها بعيد. فافترض حتى كمان الام مش هي اللي بدها تكون خلال النهار مع هذا الولد، وخاصه انه اكثر شيء هن الاولاد تحت الاربع سنين هن اكثر شيء بهذا العمر كثير كثير بيتعرضوا لحوادث، والخادمه هي معنيه. فهون دور الام اول شيء مثل ما قلت بالبدايه انه كيف انا امن بيتي كلياته امن، ما في شيء مكسور، ما في شيء بيجرح، ما في شيء بيأذي، بنفس الوقت كل شيء يعني الاشياء لازم تكون مرتفعه ما يوصل للولد هي مرتفعه، درابزين امن عالي، او يمكن ابواب البرندة مسكرين بطريقه محكمه انه الولد ما بيقدر يظهر. انا بدي وجه الخادمه اللي هي موجوده مع كل هذه التفاصيل، بده يكون عندها وعي انه هيدي ممكن ما بتعرف الولد شو بيخطر بباله يعمل، انه هي ايضا الامور بتصير يعني فعلا بثواني، يعني انه الواحد يسهل لثانيه يمكن بيصير في حاجه، ممكن عم تستخدم الاسيتون يخطر بباله بده يلعب بالاسيتون وقريب يمكن من النار لا سمح الله او شيء. ففي كثير اشياء ما بتعرف الولد كيف بيفكر وشو بحب، اوقات الاولاد فلازم يعني الوعي يعني بحبهم للاستكشاف وللاختبار بعض الاشياء بالبيت وهيك قد يتعرضوا، فهون يعني بدها تعمل مسح شامل لكل المخاطر الموجودة بالبيت. أنا ما يكون في عندي مخاطر، صيانة دورية لكل البيت، وعي للي عم يتعاطوا مع الأطفال مباشرة، وبنفس الوقت مثل ما قلت برجع بكرر كمان هيدول الأطفال وكل يوم وكل يوم البيت مثل المدرسة عن جد، هو أصلاً المدرسة الأولى الولد، بكل لحظة أنا عم ابني عم يشرب بعلمه كيف يشرب على مهله، هو عم يستخدم اول ما يبلش يستخدم الشوكه بنتبه انه اي شوكه بتناسبه، ما راح اعطيه شوكه لنا بدي اجيب له شوكه ما تاذي بلاستيك يمكن انه ما تاذيه للولد مثلا، بدي مسكه ما حمسكه دغري للولد صحن ازاز انا وعم علمه على بده يمكن اجيب له صحن خاص له هو. يعني ده فعلا تفاصيل داخل المنزل مثل ما عم تتفضل يا استاذه سهير، يجب بنفس الوقت عم علمه عم فرجيه قدامه للولد عم دربه كيف طريقه اني اكل على مهلي، كيف طريقه انه انا وعم باكل ما عم بلعب، كيف طريقه صحيح. لما بس مثلا في مي لا انه ما حنمرق في مي لحتى الولد ما يسحط لا سمح الله ويكسر حاله يأذي حاله. كل هيدا بده تكون يعني موجوده بوعي الام بس توصل يعني هي بدها تنتبه انه هيدا يعني هلا ما شاء الله ذكرتي لنا ايضا يعني مسح شامل للمنزل وكافه التفاصيل الموجوده فيه كبيره للام. فاي وحده تقدم على الزواج هي مش رايحه على مش مسؤوليه فرديه، هي مسؤوليه ايضا مسؤوليه كثير كبيره مسؤوليه كبيره مسؤوليه اطفال واسره، فبتحملها انه مجهود اكبر تشتغل على حالها توعى وتوعي اولادها. يعني استاذ محمد الاستاذة سهير افاضت في موضوع فعلا الامور داخل المنزل اللي يجب الالتفات لها من تفاصيل صغيره، ونحن الهدف الرئيسي اليوم من الحلقه هي انه فعلا يكون في توعيه لدى المشاهدين داخل المنزل وخاصه الامهات، يعني كما تفضلت الاخت سهير عند اي حادث يعني ممكن يصير من حريق او كسر بشكل خاص كيف ممكن انه يتم انه نتلقفه يمكن باقل خسائر ممكنه، وحضرتك يمكن خير شخص ممكن يحكينا عن هذا الموضوع. ومعنا الطفل محمود درويش، وهو تفضل محمود وهو ابن الزميلة فاطمة خشاب درويش الزميلة في البرنامج، حتفضل عند الأستاذ محمد لأنكن نقوم بعض المشاهد التمثيلية إذا صار شيء داخل المنزل كيف ممكن نتصرف. حنبدأ بالبداية بالحرق، يعني لا سمح الله محمود إيده انحرقت كيف ممكن نتصرف كأم داخل المنزل؟ هلا كلنا بنعرف الأولاد بالمطبخ كثير بحبوا يقفوا حد أمهم يقلدوها يمشوا حواليها، صحيح بهذا المطرح هو مكان طبيعي، في عنا طنجرة، في عنا بريق شاي، في عنا ركوة قهوة على النار، ممكن تتعرض لأنه تسقط على جلد الطفل وتعرضه للحرق. الحرق مثل ما نعرف أنه هو عبارة عن درجات. هلأ الحرق درجة أولى اللي هو عبارة عن بس عن احمرار الجلد، يكون الجلد بس طبقة حمراء. هذا الحرق كمان شبيه بحرق الشمس كمان معبر عنه بالدرجة الأولى. الحرق عادة ما بيتطلب كتير علاج له، ممكن أنه نسعفه بالبيت ويتحسن المصاب يرجع ما يكمل يعني بدون ما مراجعة الطبيب. الحرق درجة أولى
لازم مجرد تعرض الطفل لهذا الموضوع مباشرة نحط الطرف المحروق تحت الماء لمدة 10 دقائق أو إلى أن يبطل يحس بالألم. بعدين فينا نحط عليه المرهم الحرق الخاص نجيبه من الصيدلية، وهذا الحرق لازم نضمده. هلأ تضميده لازم يكون الأفضل أن يكون بشاش معقم، إذا ما عندنا شاش معقم نضمده بقطعة قماش تكون نظيفة، عادة ما بتطلب كتير لأنه طبقات الجلد بعدها ما تضررت كلها يعني، بس هذا بالدرجة الأولى نحن عم نحكي. الطبقة الأولية من الجلد هي عبارة عن قشر الجلد الخارجي. أما إذا في كان الحرق في عندنا ظهور فقاقيع ماي، أو كان الحرق لونه صار الجلد لون أسود أو لونه عرمادي أو على أبيض، هذا الحرق لا بيتطلب رؤية حكيم، مراجعة طبيب. الطرف كمان نفس الطريقة لازم نحطه تحت الماي لمدة 10 دقائق أو إلى أنه بطل يحس بالألم. بس نخلص ما بنحط عليه ولا أي مادة كان، لا دواء حرق ولا معجون أسنان ولا أي مادة تانية، بس مجرد بنضمده بقطعة قماش تكون نظيفة أو مغسولة جديد أو أنه بعدها جديدة وما يكون بتعمل وبر، منضمد فيها هذا الحرق. ما لازم يكون الضماد لما نحطه ما لازم يكون شادد على الطرف، لأن يعني ما منشد كتير الضماد، بنتركه ممكن بعد مرتاح شوي، بعد فترة زمنية بسيطة هذا الطرف ممكن يتعرض للتورم، فممكن أنه يصير في عندنا مثل اختناق لهذا الطرف وعرضه لمشاكل تانية. إذا في حال عندنا مجوهرات أو ممكن التياب أو حتى التياب لازم نشيلها، التياب ملزقت على إلا إذا في حال التياب ملزقة ما لازم نشيلها نحن، بتنشال بالمستشفى. أما إذا في حال عندنا بلاك أو خاتم أو أي شيء مجوهرات بهذا الطرف أو أي شيء ممكن يكون بضيق على الطرف، هذا لازم مباشرة نشيله قبل ما يتعرض الطرف للتورم. في حال تعرض للتورم حيصير عندنا ما حنقدر نسحبه، حيصير في عندنا اختناق، ممكن حتى هذه المجوهرات تتعرض للتلف لانه بدنا نكسرها لحتى نقدر نشيلها. فهون دغري مباشره بنلجأ لحتى نزيل هذه الاشياء. مثل ما اتفقنا هذا الطرف او المطرح المحروق لازم مباشره ينعرض على الطبيب لانه يمكن يكون بحاجه لدواء التهاب مسكنات قويه. اذا هذه هي الخطوات بحال الحرق الأولية. الاولية وبتاخذ عند الطبيب في حال الكسر، الخطوات الاوليه في حال نحن تعرض الطفل للسقوط على الأرض. هلا شو هي العلامات اللي عادة بتدلني أنا إنه هذا الشخص مكسورة. تعرض للكسر؟ العلامات اللي بتقلي بتأكد لي إنه هذا الطرف أو العضو اللي تعرض للإصابة هو مكسور، تشوه بشكل العضو، يعني تشوه خارجي، يعني بصير شكل الطرف منه مزبوط. إذا في حال عم نحكي مثلا الإيد بصير شكل هذا الإيد منه مزبوط، أو في حال أنه عدم القدرة بتاتاً على استخدام هذا الطرف. طبيعة الحال الألم والتورم والتكدم اللي هو الدبغة الزرقاء اللي بتصير هودي مش بس بالكسر نحن بنشوفهم، كمان ممكن نشوفهم بالردود بالردود بالفكش بالخلع، ممكن نشوفهم. العلامة الأساسية اللي بتقلي أنه هذا الطرف أنه هذا مكسور، بتحسم لي أنه هذا الطرف مكسور هي تشوه الطرف. هلأ في شيء نحن نقول له صق العظام، هو صوت العظم لما بيكون عم يتحرك، هذا عادة الطبيب هو بيعرفها. بس الأساسية عند الأهل يعرف إذا في حال تشوه هذا الطرف معناته ده مكسور حتما. أما إذا في حال اشتبهنا أنه هذا الطرف انكسر أو في عندنا رد عليه، لازم هذا الطرف ما يتحرك بتاتا، نمنعه من الحركة، ما نحرك الطرف بأي طريقة كان، وما يجي حدا ولا أنا بدي أفحصه إذا انكسر ولا لا، لا هذه ما شغلتي أنا. يعني في حال الكسر وفي حال الردود، حمل الطفل المكسور يعني هو أمر ممنوع هون بحسب إيه؟ هون بحسب كمان المنطقة اللي تعرضت للرد. يعني إذا في حال طفل سقط على الأرض على ظهره أو راسه تعرض للرد أو رقبته، هذا ما مفروض نشيله كيف ما كان، في معدات خاصة لحتى هذه المناطق ما تتحرك. يعني أنا حتى المسعفين نحن لما مندربهم مندرب المسعف على أنه يشيل هذا الشخص بدون ما يتحرك بتاتا، في معدات معهم مستلزمات بتساعدهم أنه يشيلوا هذا الشخص اللي تعرض للإصابة بدون ما يتحرك بتاتا. الرقبة في إلها طوق أو وسيلة خاصة لحتى تثبت إلها طوق رقبة لحتى كمان ما تتحرك بتاتا، لأنه هالأجزاء من الجسم كسور فيهم كتير خطيرة. يمكن ينكسر الطرف الفقرة مثلا، فقرة الظهر ممكن تنكسر بس تكون بعد الكسر ثابت ما محرك. إذا في حال تحرك هذا الكسر ممكن يأذي المخاع الشوكي ويؤدي للشلل. وفي حال الطفل نحن شوي نرجع داخل المنزل، يعني هل صحيح. في خطوات معينة أنا لازم لف له إيده وثبتها؟ إذا في حال تعرض الطفل للرد، شو اللي أنا ممكن أعمله أول شيء؟ ما
مثل ما اتفقنا اول شغله انا ما بحرك كيف ما كان لازم امنع من الحركه. المنطقه اللي تعرضت للرضع او في حال اشتباه الكسر عم نحكي هاي المنطقه اللي تعرضت للرض لازم انا احط لها كمادات مي بارده. يعني في جيب ثلج حطهم بس مو بحط الثلج عليها بشكل مباشر، لا الثلج اللي بجيبهم لازم لفهم بقطعه قماش منشفي او اي شيء ثاني وحطهم على مكان الاصابه. اول 20 دقيقه الثلج بخفف من الالم، بخفف من التورم اللي ممكن يصير، وفي حال اذا كان هذا الطرف مفكوش، هلا عاده الفكوش وين بتصير؟ بتصير بالمفاصل بالاخص مفصل القدم من تحت عند الكاحل، هذا اكثر مفصل بيتعرض للفكش، او اصابع الايدين مثل ما بنعرف اكثر شيء اللي بيلعبوا فوتبول او بيلعبوا ضربه اصابع فوليبول او شيء ممكن يتعرضوا كثير انه الاصابع يتاذوا. الاصابع اذا في حال صار فيهم هذا الرد او طرف القدم من تحت مباشره نحن بنلفها ثلج، بلفوا بقطعه قماش بحطهم عليهم اول 20 دقيقه، بعدين ممكن نحط لهم قطعه قماش في عليها مي بارده. كمان لازم اعرضه على الطبيب لانه بدي انا ما بقدر احسم اذا هذا فكش او كسر. ولا كسر. ولكن حتى احيانا يعني بعض الفكوش لانه الفكش هو بيكون عندنا الرباط اللي بيوصل المفصلين بعضهم او تمدد او في حال انقطع، هذا ممكن يصير له اصلاح. اذا في حال ما تصلح باول فتره ممكن يسبب تشوه لاحق. انا هلا في كلا الحالتين قلوا مورا فكش هيك كنا عم نلعب فولي بول وما تميت له كانت الرده شوي بسيطه هلا صار مطعوش. سلامت قلبك على كل حال. يعني نحن عند بحاله الكسر لف بحاله الكسر او الرضوض بثلج ولف القماشه على الكسر ما لازم نحركه مثل ما اتفقنا. كمان ممكن انه اذا في حال كسر صغير مثلا بالايد هذا ممكن احط له جبيره. الجبيره هي عباره عن اي ماده ثابته صلبه تنحط تحت الطرف تثبت بشكل انه يتثبت المفصلين، المفصل اللي قبل المنطقه المصابه والمفصل اللي بعدها ويمنعه من الحركه. ممكن احيانا استعين بجسمي كجبيره، يعني تلاحظوا انه اكثر اللي بيصاب ايده من هون شو بيعمل؟ بيلجا لهذا الاسلوب من يعني ممكن هو يحرك ايده هذا الاسلوب طريقة. مجرد حط ايده هيك هو صارت ايده استعمل جسمه كجبيره صار جسمه ثابت، ممكن ينقل بهالحاله يعني. ممكن استعمل الفولارات، الفولارات مثل الاشار بالبيت ربط الفولار بتربط مثل ما نكون شايفين هذا الفولار مثل الإشار نفس الشيء بيشبه الإشار بربطه من الزاوية بهالطريقة. هيدي الزاوية اللي أنا ربطتها لازم تكون على الكوع، نحن اتفقنا ما لازم المفصل ما لازم حركه. هلا الطفل هون عم نحكي انه حط ايده على صدره لانه اغلبيتهم بيلجأوا لهذا الاجراء. بعدين هيدي بمرقها بهذه الطريقه عند الرقبه تربط بالعمق وبربطها من هون. هلا صار كان انا عامل له كانه تثبيت تثبت اليد بالتالي ما بقى حتى الطرف المكسور. يعني تقريبا نحن اخذنا من حضرتك كافه المعلومات في هذا الاطار. طبعا محمود شكرا كثير لك وابعد الله عنك ان شاء الله كل مكروه. مشاهدينا الكرام وطبعا ضيوفي الاعزاء سنتوقف مع فاصل ثم نعود اليكم فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد وسنتوقف واياكم مع بعض الصور عن الحوادث المنزليه التي يمكن ان تصادفنا في المنزل مع اطفالنا. دعونا استاذ سهير، يعني داخل المنزل وخاصة الأمهات، يعني يمكن اليوم مركزين نحن على الأمهات بشكل خاص بس لأنه هن اللي بيتواجدوا أكثر مع الأطفال. في بعض الأمهات
بتصيبهم حالة ذعر عندما أنه يشوفوا أولادهم يمكن دماء أو كسر أو ألم، فبالتالي ما بيعرفوا يمكن يتصرفوا بالطريقة الصحيحة. يمكن بعض الأحيان بيكونوا بيعرفوا، يعني هذه النصائح اللي أعطاها الأستاذ هني بيكونوا بيعرفوها، ولكن لما بيشوفوها على ابنهم أو بنتهم هني عبارة عن أشخاص مصابين بحالة ذعر وبتوتر وما بيقدروا يقوموا بأي خطوة، على العكس تماما يمكن بيزيدوا الوضع خطورة. هون شو لازم نقول أستاذي، وقد فعلا يعني بعض الأمهات لازم يمكن يدربوا نفسهم أكثر على مواجهة هكذا حوادث؟ صح مزبوط، هي صعبة. ليش؟ لأنه خاصة اللي عم يتعرض قدامك لحادث أنه كمان يكون كتير قريب لإلك، فهون يعني واحد بيتأثر كتير لهذه الحالة. هلأ أهم شيء بهيك حوادث هي أنا تحتالي هذا الشخص إذا عن جد لأني بحبه بدي كتير أضبط انفعالاتي قدامه، بدي أفكر أنه أنا بمشكلة كيف بدي يمكن أسرع بسرعة، وشو هي الشغلة اللي بعرفها واللي هي بتنفع لحتى لقدمها لهيدا الشخص عشان ما تتفاقم حالته. يمكن هيدا الشخص إذا أنا شفته وقع وعم بيصرخ وشفت إيده يعني تغير شكله خالص، يعني إنه حقيقة يمكن هو مكسور وإنه انكسرت وما بدري شو كذا، هو أصلاً يمكن حيتفاقم حالته أكتر ويتوتر أكتر. يعني أنا هون بهيدا الحالة الأم بدها تدرك تماماً بأنه الانفعال قدام الأولاد أو قدام أي حدا، يمكن حدا كمان مش بس أطفال، يمكن حدا ختيار قدامك وتشردق أو صاروا شيء، صار عنده شيء حالة معينة، لمجرد ما أنا وهول قدامه بهيدي الحالة هي حتكون ردة الفعل عنده للشخص الثاني مأزية. في حين شو اللي بينفع؟ بينفع أنه أنا أكثر كون منتبهة، شو بعرف أعمل، شو ممكن أني أعمل لحتى لي ساعد. هيدي الأشياء بتنفع أكثر. هل في تدريب يعني معين ممكن تعمله الأم؟ ما هي لما أنا قلت فعلا أول شغلة هي التروي، هي الهدوء، هي يعني هدوء الأعصاب، بس يمكن الخدمة اللي بدي أقدمها للولد سريعة. يمكن فوق طاقة يعني الشخص بعض الأحيان. إذا عندي أنا ابني تشردق قدامي، بدل ما أقعد صرخ تشردق وشفته يعني وجهه صار كتير معبق وما عم يقدر يتنفس وهيك، كتير بتنفع أني أقربه كيف بدي شيل اللي أخذها بتمه يعني. فهون انا اكيد متوتره عليه ومتضايقه، بس انه ما انا لازم يعني يدرك الشخص الثاني انه هيدي الحاله الانفعاليه والخوف والتوتر والصراخ هي حيكون سلبي اكثر ما انه لازم يدرك. يمكن ايضا مثل ما تفضل الاستاذ انه التاخر إذا أنا تأخرت 5 دقائق يعني أو شيء ممكن هي أيضا شو هي بهيك حالات الحوادث، هي الإسعاف شو هو السرعة وانتباه ومعرفة إنه هو كلهم مع بعضهم بده يكونوا، بدي أعرف أنا شو بدي أعمل وكمان هل أنا بعرف. يعني أوقات أحسن واحد ما يتدخل على إنه يتدخل ويأذي للشخص، فعشان هيك أنا من قبل قلت إنه إيه مش غلط نحنا عن جد نتدرب على هيك إشياء ونتعلم. إنه هلأ كتير سهلة، من زمان كنت يعني من 30 سنة أنجأ تلاقي كتاب فيه هيك إشياء، هلأ بسهولة فوتي على اليوتيوب بتلاقي 100 فيديو على هذا الموضوع، فوتي وين ما بدك بتلاقي كتير معلومات، بتشوفي قصص يعني مصورة بتتعلمي منها. فالواحد ليش لحتى تصير القصة معي وأتعلم منها؟ لا، في إشياء كتير بتعلمها وبتوقعها وما بخلي أسرتي توقع فيها يعني. يعني يكون ممكن على معرفة واطلاع. استاذة ايضا وكمان قدرة على ضبط الانفعال، لانه ما حينفع، بالعكس حيكون انفعال بضر ولا ينفع مثل ما تفضلت وقلتي. علم النفس يعني هو اطباء النفس يقولون انه الذكور هم اكثر عرضة من الاناث لموضوع الحوادث المنزلية، لماذا برايك؟ الذكور ربما يمكن لانه الحركة تاعيتهم هي اكثر يعني هن اكثر عندهم هيك اكثر من ناحيه كحركه عم بقول، فربما هيدا يكون سبب من الاسباب انه بخليهم اكثر انهم يتعرضوا لكثير من الحوادث بمختلف العمر. يعني دائما البنت اكثر بتهدى بتقعد، التعليمات اكثر. هلا بترجع كليتهم كان من سبي او بنت، قديش مشتغله انت على التعليمات معهم من هن وصغار انه ينتبهوا يعرفوا يصيروا يعني يعرفوا كيف يتصرفوا الاشياء هيدي طبعا. بس بشكل عام الصبيان اكثر وبمرحله عمريه معينه بتحسيهم يعني هيك عندهم بحبوا اكثر انهم يحركوا، فربما هيدا يكون فبالتالي يمكن كمل هيك نسبه الاصابه الذكور بالحوادث هي اعلى من عند البنات بشكل عام. يعني
استاذ محمد، ايضا يعني يمكن عم نحكي احصاءات تشير انه الذكور اكثر من الاناث، وايضا يعني من خلال الامور اللي بنشوفها نشعر انه دوره مثلا المياه والمطبخ هن من الاماكن اللي اكثر عرضه فيهم الاطفال لانه يقوموا ببعض الحوادث المنزليه او تقع عليهم هذه الحوادث، لماذا برايك؟ بطبيعه الحال لما بنحكي نحن عن دوره مياه، فعندنا اول شغله صابون، عندنا مي، في عندنا مي سخنه، في كذا شغل بقلب كذا عامل بقلب دورة المياه، هن عوامل بتأدي للحوادث. يعني إذا عم نحكي عن الصابون، إذا وقع بالأرض الصابون مادة زلقة، مجرد فات الطفل لهونيك في صابون بالأرض الطفل ما بينتبه كتير، ممكن بسهولة إنه يتعرض للانزلاق، بالتالي يتعرض وسائل التنظيف يمكن أيضا كمان وجود وسائل التنظيف هذه ممكن كمان الأطفال كتير الشربة مواد، لانه وسائل التنظيف بتلاحظ انها الوان، في لها الوان بعض الاحيان بحطوا الوان فاقعه لحتى يرغبوا سيده البيت فيها، الطفل بيشوف هاللون بحب انه يتعرف عليها على طعمه، ممكن يشربهم. حتى شفنا حوادث كثير انه اطفال بيشربوا مثلا التنر او مواد الاسيد لانه نفس لون الماء، بفكروا ماء بيشرب وما بيعرف، بتعرضوا لحروق، بتعرضوا احيانا لاصابات بالغه. كمان بدوره المياه بتعرفوا في عنا البانيو، ممكن تعرض البانيو أرضه كتير زلقة وبتعبى ماء بينغمر ماء، ممكن تعرض للغرق بقلب البانيو إذا كانت الأم كمان ما انتبهت لهم. بقلب دورة المياه أحيانا في بعض الأشخاص اللي بيستعمل بعض وسائل التسخين الماء القديمة، كمان ممكن يتعرضوا الأطفال للكهرباء إذا في حال نحط الريزيستانس بدون ما يكون عنده وسائل وقاية. أحيانا بيستعملوا مثلا بعض الغاز أو أي شيء لحتى يسخنوا الماء بقلب دورة المياه، وهي عبارة عن مطرح مغلق بيكون مسكرين باب، هذا الضغط اللي بيصير ممكن يستهلك الأكسجين، يعرض الطفل كمان للاختناق. هون دور كبير للأم أن تنتبه أنه أرض التواليت أو أرض دورة الماء لازم دايما تكون جافة، ما يكون عليها مواد زلقة. لازم تنتبه الطفل إذا فات، نوعية الدعسات اللي تستخدمها ما تكون دعسات تنزلق إذا في حال حدا دعس عليها، لا لازم تكون دعسة ثابتة. الطفل إذا فات على الحمام لا يتحمم، في عنا البانيو إذا تعبى ماء لازم الأم دائما تكون عين عليه لأنه بلحظات ممكن يتعرض للانزلاق، حتى لو يمكن أوقات يتعرض للغرق كمية الماء، يعني مش بالضروره تكون هي عالية لحتى يغرق فيها كمان. أو الطفل لأنه كتير حجمه صغير، خاصة إذا نحكي عن أطفال صغار، هودي ممكن كمان الطفل ما بيميز أحيانا بالحنفية بين ماء بارد وماء سخنة، ما بيعرف يعدل الماء، ممكن كمان يعرض حاله للحرق. هون دور كتير كبير للأم أو للشخص البالغ الراشد اللي موجود حد الطفل، إنه ينتبه لهالعوامل. الأم دورة الأساسية إنه تنتبه ما في بأرض دورة المياه لا مواد زلقة، صابون أو أي شيء. أيضا في المطبخ يمكن السكاكين كمان المواد العفن، بس تعقيد الموضوع، المواد اللي ممكن إنه الطفل يتعرض لابتلاعها لازم تبعدها عن متناول يده، وفي حال إنه الابتلاع لأي شيء أو عالي ابتلع يمكن الطفل أي شيء، في حال الطفل بلع أي مادة بالأخص مواد التنظيف، مواد التنظيف انت بتعرف هي مواد ممكن تكون مش بس سامة، ممكن تكون مواد حارقة للأنسجة المخاطية الموجودة بقلب التم والجهاز الهضمي والمريء والآخرة. ما لازم أنا شجع الطفل على أنه يرجع يتقيأ هذه المواد مباشرة، هذا الطفل لازم أخده مع المادة اللي استنجع أو المادة اللي شربها على المستشفى لحتى يعرفوا طبيعة هذه المادة، شوية هل مادة قلوية أو مادة أسيدية لحتى يتعاطوا معها. ما بعطي أي شيء للطفل كمان عبر الفم لأنه كمان ممكن عرض أنه المعدة لما كمان أنا بملاقى سوائل ممكن هذا الطفل يتعرض لأنه يرجع يعمل قائق يستفرغ، وهون بصير أنا تعرض الأخشية المخاطية للحرق حيكون مضاعف. يعني هي وفيت المواد حتكون حرقت وهي وظهر حتكون حرقت. كمان هذا الطفل إذا في حال هو عم يتقيأ تعرض ليستنشئ هذه المواد أو تشردق فيها كمان المعرفة. ممكن أزر نسيج الرئة اللي هو كتير نسيج يعني هش إذا بدنا نقول حساس كتير، ممكن أنه ينأذى مرة تانية كمان ويعرض الطفل لالتهاب بالرئة كتير صعب. وهون عم نحكي عن شغلات تشكل خطر حقيقي يعني على حياة فعلا ممكن تتفاقم الأمور من تصرف خاطئ. يعني أستاذي سهير يمكن حكينا عن كيف يجب على الأم الحفاظ على طفلها أنه تحميه ويكون في موضوع توعية، ولكن في بعض الأهل لديهم فوبيا أو سرساب من وقوع حوادث منزلية مع أطفالهم إلى درجة أنه بعض الأهل يعيش هاجس وحالة قلق وتوتر جراء هذا الأمر، شو تعليقك؟
نحن طلبنا انه ضروري يكون الام عندها معرفه وعندها وعي وعندها ممارسات ببيتها كيف لازم تحمي اولادها، بس مش لدرجه انه انا بصير قاعده بقوقعه انا وهيدا الولد انه على كل شيء لا ممنوع يدقر اي شيء، ممنوع يدقر صحن وممنوع يدقر منفضه لانه ممكن توقع عليه وممنوع لانه بالنهايه كمان هيدا طفل في مرحله طفوله بده يعيشها، بده يحرق بده يتعلم بده يلعب بده هون اهميه كيف الام كمان يمكن ارجع اعمل تصميم انه معين بقلب البيت، اعاده تصميم البيت بما يتلائم مع حركه الطفل بمرحله عمريه معينه، بس هيدي الفوبيا هي رح تحرم الولد من فرص كتير. اول شيء حتصير الام هي عايشه هيدا الهاجس بياثر على نفسيتها كتير طبعا. وبالضبط بتصير حتى تخاف تتركه باي مطرحه يعني، وبتصير يعني بخلي الحركه تعيتهم وحياتهم كلها تنحد بالضبط. فهون لا، هون بده يكون في توازن يعني بين انه هيدا الطفل قلت لك انه بكل مرحله الولد بيفهم يعني بيفهم من نظرتك، بيفهم من حركتك، بيفهم بيعرف ايمتى انت زعلانه منه مبسوطه منه وراضيه عن هيدا التصرف اللي عمله. فاهم شيء اني اشتغل كثير 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 علمه وكثير واكبه، وكمان في مطرح معين بدي اتركه يعني حتى لو وقع انه ما هو بده يوقع يعني طبيعي، لحتى لما اول ما بتعلم كيف بده يمشي حيوقع مره واثنين وعده مرات تيتمكن بعدين انه يصير يمشي، وهكذا. ما بدنا نعيش الهاجس والخوف كثير كثير لانه بالنهايه يعني انه نحن علينا نعمل اللي علينا، ننتبه نحمي هيدا الولد صحيح. نعلمه ندربه، بس كمان منا في يعني اتكال على الله سبحانه وتعالى ايه مش نعيش الفوبيا وبحذر، ولكن ردت في اول يعني هناك فرق بين الحذر والفوبيا في هذا الموضوع. حيصير ولد اصلا ما بيعرف يلعب مع الاولاد، ولد كثير بالضبط، ولد يمكن يعني حيأثر سلبا عليه يعني يمكن حنكون بمشكلة عند الأم، حنصير بمشكلة عند الطفل يعني، فبالتالي 100%. لازم يكون عشان هيك لا نحن بده يكون في يعني إلى حد ما انتباه، بس مش وسوسة يعني بالانتباه. أستاذ محمد، يعني من أكثر الحوادث التي نشهدها بالمنازل، يعني حكينا عن الحروق ولكن أكثرها مع الطفل واللي بتصير معلومة، حادثة الاختناق، أو نحن بنقول نستخدم مصطلح أنه ممكن تشرد، وهي عبارة أنه يمكن قطع الطعام أو حتى قطع شيء من الألعاب أو الأمور الصغيرة أنه تعلق داخل الحنجرة وبالتالي تعيق عملية التنفس. هنا ما الخطوات التي يجب على الأم أن تقوم بها؟ يمكن هون لأنه هذا الموضوع الوحيد يمكن ما بيحمل تروح عند طبيب، لأنه يمكن إذا اختنق أو هي ثواني النفس بنقطع. تطبيق عملي لو سمحت أستاذ محمد صحيح. على هذا الموضوع. نحن بموضوع الشرد في عنا الفئة العمرية الأكثر هن معرضين لهذا الموضوع هن الأطفال الرضع. أحياناً الأم يمكن ما بتكون تعرف، خاصة إذا كان أول مولود لإلها أو شيء، هذا الطفل هو ما بيقدر يركز ما بين حركة التنفس عنده وحركة المص لحتى يأخذ الأكل، بتعرفوا إذا كان تعطيه صدره أو الأنينة، أو حتى الأنينة إذا كنا نحن معلينا كتير ممكن أحياناً تعرض هذا الطفل للشرد. هون شو الحركة الأولية للأم لحتى تقدر أن تتعاطى مع هذا الطفل؟ أنا جبت معي بيبي صغير، طفل بيبي بالشنطة صحيح، بيبي بالشنطة لحتى نوضح الحركة اللي ممكن تصير. طيب عندنا نحن الطفل أول شغلة هذا الطفل لازم نحمله بهذه الطريقة، أصابعنا لازم يكون في حالة الاختناق يعني صحيح. عم نحكي عن الشردة هون، الشردة إذا كان بالأكل حليب أو إلى آخره، عم نحكي هون طفل أكيد ما عم ياخد شيء تاني حليب. الإيدان لازم يكون على مستوى الفم والأنف، لازم الفم يضل مفتوح إذا فينا نبرمه أكثر شوي صحيح. الفم لازم يضل مفتوح بهذه الطريقة، وإيدينا الأصابع التانيين على الرقبة لحتى نثبت الطفل بنحطه على إيدنا بهذه الطريقة، ونخبط بين كتافه وخبطة أكيدة ما حتكون كتير قوية لأنه ممكن تأذيه أكيدة بهذه الطريقة لحتى نقدر هذا المواد التعرض للاستنشاقة نساعده أنه يظهره. إذا في حال الطفل كان عمر أكبر من هيك أكيد نحن هون عم نحكي المواد الأكثر اللي بتعرضوا للاختناق فيها هي الألعاب الصغيرة. ألعاب صغيرة بتلاحظوا أنه كل لعبة صغيرة بتجي بيبقى مكتوب عليها أنه هيدا اللعبة ما بتستخدم للأطفال لتحت عمر 3 سنين إذا كانت أجزاء كتير صغيرة، لأنه ممكن كتير الطفل يبلعها. أنا شفت حادثة مرة في طفلة صغيرة عمرها شي شهر شهر وشوي، بتعرف الطفل بيبكي بهذا العمر صحيح. عندهم كمان طفل كمان صغير عمره بس بالشي سنتين يمكن، لقى هذه الطفلة سكتت
فهو شايف انه بيو او اهله بغيروا بطاريه للعبه لحتى ترجع تعمل اصوات، راح جاب بطاريه وحط لها بتمها فوت لها للبيبي لجوا، فكر انه بترجع يعني طفل بالنهايه. هون مهم جدا كمان اذا كان الطفل بعده رضيع نتصرف معه بهذه الطريقه، اذا الطفل اكبر الوقايه اهم من انه نعمل الاسعاف، يعني ما نخلي اجزاء صغيره مع الطفل اذا في حال تعرض للاختناق بهول الاجزاء مباشره. هذا الطفل لازم نخليه واقف ظهره نخليه منحني شوي لقدام، تمه مفتوح، نخبط له بين كتافه بنفس الطريقه خمس مرات. اذا في حال ما تحسن الطفل بدنا نحط ايدنا بطريقه بوكس ما بين السره وراس المعده، بنحط ايدنا بهذه الطريقه بنضغط له على بطنه الى الداخل والاعلى بحركه سريعه، بس كمان هون قوه الضغط ما لازم تكون كبيره، بحس انه هذا الطفل نعلي له اجريه على الارض حتى كمان ما ناذي احشائه اللي بقلب البطن، اللي كان الكبد او الطحال اذا في حال تعرضوا لصدمه قويه ممكن ينأذوا. فانا لازم هون راعي هذا الموضوع. هون طبعا لحجم الطفل، اذا كنا عم نحكي عن طفل عمره 5-6 سنين يختلف عن طفل عمره يعني حسب سنتين يختلف عن طفل عمره 12 أو 10 سنين. يعني كل مرحلة عمرية وإلى قوة ضغط هناك معين. يعني البعض يمكن لما نحن بنشوف طفل أو مثل ما قلنا أكبر شوي ابتلع شيء، الخطوة الأولى اللي بنعملها هي إدخال الإصبع داخل يعني لنزع هذا الشيء، هل هذه الخطوة صحيحة؟ هون بالإسعاف الأول كان قبل فترة زمنية سابقة كانوا يحكوا بهذا الموضوع إنه فوت إصبعك على تم الطفل، حاول انزع جسم غريب. المشكلة اللي صار واجهوها إنه أغلب الأمهات على الصدمة بفوتوا اصبعهم بشكل اعمى. هذه شو بتعمل؟ بتدفش الجسم الغريب لجوه بدل ما تظهره. توصيات جديده انه لا نحن ما نفوت ايدنا على تم الطفل بالاخص اذا مش شايفين شيء. او حتى الطفل ممكن يلجا للعض، ممكن ياذينا كمان. الافضل انه لا نطلب من الطفل تكون يعني كمان لازم نحن نكون هاديين. صحيح. بطريقه انه نقدر نعرف شو عم نعمل. مجرد قرب الطفل خلي يقرب لقدام، ظهره يكون منحني شوي، نخبط له بين كتافه حتى لو كان الجسم الغريب بقلب تم الطفل ممكن انه يظهره لبر. الا اذا في حال كان جسم كتير كبير ومبين واضح، يعني مثلا اذا عم نحكي طفل حط طابه بتمه والطابه كتير كبيره هيدي ما حيقدر يبلعها، بس هيدي شيء واضح ممكن نقدر ننزعها. ممكن نحن نشيل طريقه تفويت الاصبع لازم تكون نفوته بطريقه جلسه عن طرف الخد حتى نقدر نشيل. لما بدنا نظهر الاصبع لازم نطعجه نظهره بشكل خطف بشكل سريع. يعني هذا مثل حسب الجسم وحسب العمر. استاذي سهير، السؤال الاخير لحضرتك، ذكرت احصائيه مركز الوقايه والسيطره في امريكا ان 2000 طفل يموتون سنويا جراء الحوادث المنزليه. نحن هنا نتحدث عن امريكا حيث يفترض ان شروط السلامه العامه مؤمنه في المنازل، كيف تفسرين ذلك؟ يعني هيدا بيرجع صح، اذا بامريكا هيك النتائج بدنا نرجع نشوف شو الاسباب، يعرف الواحد شو الاسباب لهيك اصابات لحتى اللي بناء عليه هالقد الاعداد عاليه مرتفعه. فهون في عده اشياء، يعني في قديش في هدول الاولاد، مين في معهم بالبيت هدول الاولاد، شو البيئه اللي عايشين فيها. يعني بس تشوفي نتائج طبيعي بدك تشوفي تدرسي كمان الأسباب المؤدية بناء عليها أنه الواحد أنه يحكم. بس بشكل عام حتى كمان يعني بلبنان نحن والوقاية من الحوادث بالبيوت هي ما بالضرورة محتاجة لمبالغ طائلة أنه نعملها، يعني كل الأسر بكل مستوياتها بتقدر هي أنها تعمل أنظمة حماية ببيتها. صحيح. حتى هلأ يعني لما الأستاذ تفضل بأنه يكون عنا نحن بكل بيت يكون في عنا صفية، يكون في عنا بكل بيت مثلا أرقام تليفونات لمسعف قريب بالمنطقة لإلنا أنه يكون موجود، لطبيب أقرب طبيب إلي بالحي. هدول شغلات هي تدابير إجراءات سريعة، يعني بنقدر أنه نحن كل أمة تعملون، انه انت تكوني اوقات في مطرح عندي ولد صغير وفي مطارح حاده او في مطارح هيك انه يمكن هيدي زيحه لمطرح، يعني في اجراءات بالبيت بيقدر انه الواحد يعملها ما تكون مكلفه، ما بالضروره انا يكون لازم يكون انا حدا عندي مستوى تعليمي كثير عالي تقدر هي، لا الكل العالم بتقدر انه تنتبه، بس هيك اني انتبه شو الاشياء اللي بتقدر. يعني النصيحه اللي عم تعطيها حضرتك اليوم لكل الامهات اللي عم تشوفها واللي كررتها انه هي الانتباه والوعي، شو في اشياء ممكن تشكل خطر على صحه وسلامه
كل أفراد العائلة، إن كانوا صغار إن كانوا مراهقين إن كانوا كبار، حتى كمان مثل هلأ بالشتاء كمان في كتير ناس بتستأنس إنها تنام وتترك التفاية دايرة إنه، فهي أشياء من الأشياء لا سمح الله ربما يحترق الشريط وتحترق، وهن نايمين يعني الغفلان ما بيكون واعي شو عم بيصير، موضوع الفحم بيتركوا الفحم وهن نايمين بنفس الغرفة وغيرها من الأمثلة. فهذه أشياء بدها انتباه، بدها وعي كتير كبير، بدها إنه الواحد يتوقع هذه ممكن تؤدي لهيدا، بده يتعلم من غيره الواحد إنه هالحوادث كلها اللي انذكرت إنه نتعلم منها كيف نحن ما نعود تتكرر معنا ومع أحبابنا. يعني أستاذ محمد، نصيحة أخيرة اليوم لكافة الأهل اللي عم بيشاهدونا واللي عندهم أطفال داخل المنازل. أنا بيستحضرني قول أحد الحكماء بيقول الإنسان عدو ما يجهله. من هون أنا في سؤال الأستاذة تفضلت فيه، إنه أنا لما هذا الشخص بعلمه بكون عنده دراية بالإسعاف كيف بده يقدمهم، وعنده المعدات اللازمة بقلب بيته، قديش بيقدر يوفر على حاله اللي كان إصابات حرجة، بيوفر على حاله شغلات كثيرة. كمان قديش مدى معرفة الأم بهذا المحيط اللي عايش فيه طفلة وسبل الوقاية من المشاكل اللي ممكن تصير بهذا المحيط، كمان قديش بتوفر عليها مشاكل. نصيحتي لكل الأمهات ولكل الأباء ولكل الأهالي أنه يكونوا مستعدين لأي حدث من خلال أنه المعرفة بالحد الأول والخط الأول للدفاع ضد هذه الأحداث، وكمان يكون عندهم المعدات اللازمة بقلب بيتهم اللي هي عبارة عن معدات بسيطة وكلفتها المادية كمان منها عالية، وهي يمكن يعني أساسية وضرورية مشاركة كتبقى. الأهل أيضا يعني إذا في دورات بتقوموا فيها لتوعية فعلا الأهل على مواضيع أنه إذا صار أي حادث منزل كيف يقدروا يتصرفوا، وبعتقد هذا الأمر أيضا جدا مهم. صحيح. أشارت له الأستاذة يعني يمكن من خلال الأم البي الأولاد وجوب الاطلاع يعني يمكن على الإنترنت، يمكن اللجوء إليكم باستشارة دائمة يعني حتى وإن لم يحدث أي شيء، يعني لحتى يكون في هذه المعلومات موجودة. ضيوفي الكرام يعني أستاذة سهير شرار، عم بشكر وجودك معنا اليوم، كافة المعلومات القيمة والإيضاحات شكرا جزيلا لك، وأيضا الأستاذ محمد يسبيك شكرا جزيلا لك، يمكن أعطيتنا أمور ويمكن حلول لبعض اللي لا سمح الله إن شاء الله ما بيواجه حدا أي شيء، بس هي بالنهاية أمور معرض لها المنزل وخاصة الأطفال. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أريد حلا، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة. طبعا لا تنسوا أن تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، وفي الختام مع سايا إلا أن أقول لكم دمتم بأمان الله والسلام عليكم.